ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة الاجتماع الأول للجنة العليا لاستضافة مصر الدورة الـ14 للمؤتمر العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. أكد كمان الوزير تقدير مصر حكومة وشعبا لدور هذه المنظمة الرائد في نشر السلام والمعرفة. حقيقة احنا محتاجين ان احنا نعرف تفاصيل أكتر وأهمية مشاركة مصر في هذا المؤتمر الخلاق ودور المنظمة أيضا الفريد والمميز في تحقيق السلام والتنمية البشرية مع دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. يا دكتور عادل تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. طيب لو نعرف تفاصيل أكتر عن مشاركة مصر وكمان يعني إيه أشكال هذه المشاركة؟ يعني خلينا أوضح لحضرتك أهمية هذه الفعالية المهمة جدا. مصر سوف تستضيف المؤتمر العام لمنظمة الدول الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ودي منظمة بتضم 24 دولة إسلامية، وبيمثل وفد كل دولة برئاسة الوزير المسؤول عن التربية والعلوم والثقافة والاتصال في هذه الدولة، وبالتالي هو مؤتمر رفيع المستوى يعقد كل 3 سنوات بإحدى الدول الأعضاء. إن شاء الله مصر سوف تستضيف الدورة الـ14 في ديسمبر القادم لهذا المؤتمر العام المهم. هذا المؤتمر أهميته ليس فقط في تمثيله من السادة الوزراء ممثلي هذه الدول، ولكنه بيناقش كل المسائل المرتبطة بدعم التعاون على مستوى التربية والعلوم والثقافة. وسيطرح أيضا المؤتمر أشكال التعاون المختلفة في المجالات الحديثة مثل تدوير للتعليم ومثل وظائف المستقبل واستخدام الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات. وبالتالي فهو مؤتمر أولا شديد الأهمية في توقيته، شديد الأهمية في تمثيله على مستوى السادة الوزراء، شديد الأهمية على مستوى عدد الدول اللي بتضمها هذه المنظمة، أيضا مهم جدا على مستوى الموضوعات اللي بيناقشها هذا المؤتمر على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي. أيضا بيقام معرض على هامش هذا المؤتمر بيعكس الموضوعات المتعددة اللي ذات الأهمية بالنسبة لمنظمة الدول الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وأيضا ما يعكس اهتمامات مصر في هذا المجال. فرصة مهمة جدا بالنسبة لنا في مصر، ونحن نستعد لذلك. بنتكلم عن وزراء بيمثلوا 54 دولة، ان احنا بنعرض ما تحقق في المجتمع المصري خلال السنوات الماضية من طفرة كبيرة في مجال الجامعات والتخصصات والبرامج الدراسية الجديدة في جامعاتنا، سواء على مستوى جامعاتنا الأهلية الدولية او على مستوى ايه ابرز اللي حضراتكم يعني هتعرضوه خلال هذه الدورة؟ خلال هذه الدورة فيما يتصل، احنا طبعا بننتهز هذا الموضوع كما ذكرت حضرتك، مجالات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم الحديثة ووظائف المستقبل وكل هذه الدراسات. ولكن خلينا اقول لحضرتك الفرصة المهمة بالنسبة لنا لما نتكلم عن وزراء المسؤولين عن التربية والعلوم والثقافة في 54 دولة، من المهم جدا ان احنا في مصر سوف نستغل هذه الفرصة لعرض ما كل ما هو معاصر وحديث في مصر وما تشهده الجامعات المصرية من برامج جديدة ومن نهضة كبرى، ليس فقط في عدد الجامعات ولكن في البرامج الدراسية والشراكات الدولية اللي حققناها خلال الفترة الماضية. لأن مصر بإذن الله في كل هذا الموضوع مهم جدا جذب عدد أكبر من الطلاب الوافدين، سواء بنتكلم عن دول عربية، دول في القارة الآسيوية، بنتكلم عن القارة الأفريقية. فهي فرصة كبيرة جدا إن احنا نستعرض أمام هذه الدول ما تحقق من إنجاز حقيقي وبرامج دراسية متميزة في تخصصات معاصرة تجذب الطلاب سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للدراسة في مصر في هذه البرامج المعاصرة. دايما مشاركة مصر في أي مؤتمر يا دكتور عادل بيكون ليه بصمته الخاصة، لو هنتكلم على البصمة المميزة والفريدة اللي هتضيفها مصر خلال هذه المشاركة وهذا الترأس الحقيقة لهذه المنظمة في هذه الدورة، نقدر نتكلم في أي نقطة تحديد؟ احنا طبعا هذا المؤتمر بنجهز له حاليا تجهيز على المستوى جدا، لسه المؤتمر في ديسمبر القادم، لكن احنا بنتكلم عن معرض يعكس الحضارة المصرية، دي حاجة مهمة جدا. بنتكلم عن معرض بيعرض
أهم ما شهدته الجامعات المصرية من تطور حقيقي ومن برامج دراسية متميزة. بنعرض أيضا تجربتنا في مصر في عدد من الجامعات المصرية على مستوى التطور اللي شهدته في مجالات العلوم وتكنولوجيا المعلومات والبرامج الخاصة بتدريس الذكاء الاصطناعي. بنعرض أيضا تجربنا فيما يتصل بالمشاركات الماضية في المؤتمر وتفعيلها على أرض الواقع. الحقيقة كل هذه الأمور بإذن الله هتكون مشاركة إيجابية. طبعا احنا بنتكلم في شهر ديسمبر القادم، وبإذن الله اللجنة العليا أيضا ستضيف إلى ذلك برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار المزيد من الموضوعات لجعل هذه الدورة اللي هي 14 في مصر دولة يعني جولة مثمرة جدا. والحقيقة قيادات هذه المنظمة اللي شاركوا معنا في تقنية الفيديو كونفرنس في فعاليات هذا الاجتماع أبدوا سعادة غير عادية وتجاوب مع استضافة مصر لهذا المؤتمر، ويأملون كثيرا في دور مصر التاريخي وريادتها على مستوى التعليم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.